تحية في مدغشقر عند المسلمين وغير المسلمين، ما هي؟ سلامة، يعني قريبة من السلام عليكم، مأخوذة من السلام. تاريخ دخول الإسلام في مدغشقر قديم جدا، لكن أنتم الله يهديكم لعلكم قصرتم فرطتم، لابد أن تجتهدوا في الدعوة يا رجل، الله يرحمنا وإياكم. وأنا أظن أن قبول الناس للإسلام يعني سريع جدا، فقط التقصير